السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالمميمات وبالبنات الغزالات متتبعات قناة سحر الطبيعة. توحشكم بزاف بزاف البنات، طغبت عليكم هاد اليومين. إيوا واش توحشتوني؟ واش خليت بلاصتي؟ واش المهم كنبارك لكم العواشر، والله دخل علينا هاد العيد بالفرحة والسعادة والصحة وراحة البال. يا رب جبت لكم فيديو بحيل جديدة غادي تساعدكم أكيد في يومياتكم وفي شغالة الدار، وهي بسيطة وفي نفس الوقت اللي هي فعالة ومجربة. غير ما تبخلوش على اختكم باللايك والبرتاج، وما نطوش عليكم أكثر، نمشي ونشوفوا هاد الحيل اللي كنتمنى يا ربي تعجبكم، وطبعا كنتمنى لكم فرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. هنا إن شاء الله اليوم بحول الله ها عندي الصابون البلدي. الصابون البلدي يا البنات قليل اللي كيعرف استعمالات ديالو، وعنده استعمالات عديدة إن شاء الله. كل مرة غادي نبقى ندرج معكم حيلة ولا جوج. كان حنا كنوظفوه في جوج حوايج، إما كنبيعو معنا الحمام المغربي، إما كنحكو به المواعد. واحد المعلومة يعني ما بين قوسين، كنت واحد المرة في شي فيديو ذكرت بأنني الصابون البلدي جبتو من المجمد، وجاتني تساؤلات كثيرة كيفاش شرحي لنا كيفاش الصابون البلدي في المجمد. جيبي غير جوج دراهم ديال الصابون البلدي وحطيها أنت، خليها في بلاستيكتها ولا ديريها في بواطا ولا اللي بغيتي، وديريها غير مع مواد التنظيف تحت البوطاجي. دوز غير 3 أيام 4 أيام وطلعي عليها النهار اللي كتبغي تهزيه، كيولي سائل البنات على شكل خيوط هكا ما كتحكميش فيه، ماشي بحال يلاه كنجيبوه من عند العطار كناخذو منه كيكون قابط راسو، كتاخدي منه القياس اللي بغيتي، كيدوب البنات وكيضيع. انا كنديرو في قرعه بحال هكا محكمه الاغلاق، كيدخل المجمد كيشد راسو، ما كيطلق لا ريحه لا حتى شي حاجه، وكنحطو في واحد الكوطي في الباب وكنخليه ما كيدير لا تاثير على المواد اللي في الثلاجه لا حتى شي حاجه. ملي يكون وقت البرد ما كنديرهاش، لان طبيعي الحال بحال البرد كيبقى شاد راسو. نمشيو كيف ما قلت لكم بحول الله، غادي نعطيكم جوج استعمالات من هذا الصابون البلدي اللي روعه البنات. هنا اغلب الامهات كيعانيوا من هذه القضيه مع الوليدات الصغار، وهي الكتابه ولا ستيلو اللي كيديروه الوليدات الصغار في الحيط. انا غادي نجرب معكم البنات يعني تطبيقي قدام عينيكم. عندي ستيلو ها هو، وعندي كذلك قلم الرصاص ها هو، وعندي الفاطر اللي اصعب شيء ها هو، هذا راه الفاطر. غنحيد نهز واحد شويه بحال هكا، وغادي نجي هنا وغادي ندهن. غير دهنوها البنات وحكوه، راه كيزول في البلاصه. ها نتوما ما غيبقى عندكم ان شاء الله حتى شي مشكل، ولا حتى شي مثلا في الصاله ولا في البيوت ديال الوليدات كيكونوا السيلو ضروري ما كيكتبوا، الوليدات ما كيعرفوش كيكتبوا في الحيط. انا ما غادي نحكو لا بحلفه لا بشيته لا حتى حاجه تقولوا يعني زولتوا بها، غنحكو غير بيدي وغتشوفوا ان شاء الله النتيجه. ها نتوما هو كيطلق هذيك الماده كيولي يعني داك الصابون البلدي كيولي ازرق، يعني كيطلق اللون اللي كتبنا به ولا ديال الفاطر ولا ديال اي سيلو اي لون كيطلق. ها الفاطر ها هو زال، يعني انا حكيت غير بيدي باش تشوفوا قدامكم وما تقولوش لي حكيتيه بشي شيته. ها انتما البنات صافي، وكتاخذوا واحد المنديل مبلل وكتمسحو ولا مسحو بلانجيت ولا اللي يناسبكم. ها نتوما البنات ما كيبقى لا ستيلو لا حتى شي حاجه، كلشي كيزول. انا سبقت شاركت معكم هاد التدبيره ديال ازاله ستيلو من الحيط، وجربوها بزاف ديال الاخوات ورجعوا لي في التعاليق قالوا لي فعلا راه زال، ولكن كنت زولتو ماشي بالصابون البلدي، زولتو بواحد المكون اخر. غادي نخلي لكم الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف اللي كيهم الامر تنزل يعني تكتشف هذا المكون. وهنا البنات الغزالات غادي نعطيكم الاستعمال الثاني للصابون البلدي، هو تنظيف لانكاسا. كنا مع الوليدات اليوم على غدا اليوم على غدا كنبقاو نستعملوها بشكل يومي، هاد البلاصه كلها كتولي مسخه في لانكاسا والجوانب ديالها. اشنو غديروا؟ غادي تاخذوا الصابون البلدي غادي تدهنوا هاد المنطقه اللي كتكون يعني باليد، كل مره تنطفيو وتنشعلوا مع الوليدات يكونوا يديهم مسخين. يعني هاد البلاصه دائما اغلبيه كتكون هنايا مسخه. غادي ندهن كذلك لانكاسا، ولكن في هذه العمليه نزلوا البنات المكانه للسلامه ديالكم ودهنوا بحال هكا. غادي نخليه 10 دقائق ولا ربع ساعه كي يتغلغل باش يتغلغل ويعطي المفعول ديالو، وغترجعوا ان شاء الله دوزوا عليه غير منديل مبلل وغتشوفوا ان شاء الله النقاوه ولانكاسات كتولي كتبري.
وهنا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق البنات غادي تاخذوا منديل المبلل وغادي تبقاو تدوزوا. انا بغيتكم البنات تجربوها، جربوها البنات وردوا عليا لانها فعلا رائعه، وانا كنقولها وكنتحدى اي وحده تقول لي راه ما كيزولش الوسخ. غير جربوها وردوا عليا في التعاليق، امانه عليكم البنات. شوفوا تبارك الله، شوفوا 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 المنديل شنو كيبقى فيه. شوف اضافه على اللمعان اللي كيعطي، يعني بغيتكم، يعني كنقولها وكنعاودها، بغيتكم تجربوها نوضوا دابا، ولكن حتى تكملوا الفيديو وتعطيو لختكم واحد اللايك وغادي تنوضوا وتجربوها وتلقاو كلامي على الصواب. شوفوا شوفوا اللمعان البنات اللي ما كانش في لانكاسا من قبل، كي قلت لكم يعني فصلوا التيار ما يبقاش فيه الضوء، نزلوا المكانه باش مسحوا لانكاسات ديال الدار ديالكم كاملين، عاد شعلوها وتمتعوا ليا باللمعان النقاء. شوفوا تبارك الله، شوف ونمشيو ان شاء الله نشوفوا التدبيره الثالثه. هنا البنات مع الوليدات وشطوا الوليدات، الوليدات الصغار يديروا حاله للثلاجه، يعني بحال السد حل السد. شي اسره مغربيه ما كتعانيش مع الوليدات الصغار في هاد حلان الثلاجه، كيحلوها وكيديروها بحال شي ماريو بقى يلعبوا بها، ما كيعرفوش حنا شنو غادي نديرو. باش نتهناو غادي تاخذوا البنات هذوك العلاقات، انا دابا غندير لكم هذه غير حيت تجربه، انا ما عنديش يعني وليداتي صغار ماشي صغار راه كيعرفوا ما كيلعبوش ليا في الباب ديال الثلاجه. من الاحسن غتاخذوا هادو، عرفتوا هادو البنات اللي فيهم اللصقه، غادي ديروا وحده هنايا، كنتمنى يا ربي تفهموني، غديروا وحده هنايا وغادي ديروا يعني الثانيه هنا في الباب ديال الثلاجه، ولكن هادو خصهم يكونوا كيشوفوا عاطين الراس لبعضياتهم بحال هكذا، يعني بحال هذا الشكل غيكونوا هذا في باب الثلاجه لاصق هكا، وهذا هنايا في الجنب ديال الثلاجه، هذا هنا في الجنب ديال الثلاجه. وغادي تشدوهم اللي من بعد ما غتثبتوهم غادي تاخذوا لاستيك بحال هكا وغادي تسدوه بحال هكا على الوليدات، يجي يعني يعيا ما يحل في باب الثلاجه غادي يكون مسدود ما غاديش يتحل. ودائما ديروهم هنا عليهم الفوق، ما ديروهمش لتحت باش ما يحلوش لكم لاستيك، ديروهم هنا، ديروا اي لاستيك كيناسبكم، هذا ولا البيض ولا مهم اي لاستيك يكون غير صحيح وما يقدروش الوليدات يحلوه. اللي عندها شي وليدات الله يخليهم ليها وتفرح بهم، واللي محرومه الله يرزقها ربي من فضله وتفرح بشوف تعويناتهم يا ربي. نمشيو ان شاء الله نشوفوا التدبيره الرابعه. هنا غنشارك معكم واحد التدبيره زوينه خصوصا فصل الصيف، يعني كيفاش نحتفظوا بالعطريه. العطريه ملي كنجيبوها من عند العطار، وطبيعه الحال دائما كنوصيكم شريوا العطريه وطحنوها على يديكم، ما تاخذوهاش مطحونه، طحنوا على يديكم. ملي كتجيبوها كتكون في النهار الاول النهار الثاني فيها الريحه مجهده، مع الايام كتبرد ما كتبقاش فيها ديك الريحه قويه. باش نحتفظوا بها وتبقى يعني جديده بحال يلا شريناها، ديروها في شي علبه، من بعد ما كتزولوا هذاك الشيء اللي كديروه في القراعي اللي كتستعملوهم ضروري ما كيبقى شويه شويه ما كيهزوش لينا القراعي العطريه كامله. انا كنحتاج نجمعهم هذاك الشيء اللي شاط كنحتفظ به هنايا في واحد البواطه وكنديرها في المجمد. اللي ما بغاتش ديرها في المجمد ممكن ديرها في الثلاجه لتحت، المهم كتبقى في البروده ما كتغمل، ما كت كما كنقولوا كتبقى تجمع بحال هكا، كتولي بحال صافي كتخسر، كتولي كتكلل بحال هكا. الا بغيتوا يا البنات ما ديروها لا في مجمد يعني لا في الثلاجه، ماشي من محبين هذه الفكره، تاخذوا مثلا بحال دابا انا عندي هنايا السودانيه، السودانيه الا طالت البنات كتلقاوها بحال هكا تجمعات ويعني وما بقاتش هكا مفتوحه، كتولي مكلله بحال هكا وكتولي يعني بحال غدير الصوفه. اش غديروا؟ غتاخذوا واحد شويه ديال الملحه، حتى غير ما هزوا جوج صبيعات، وغديروها السودانيه ولا لاي عطريه خفتوها تخسر، وغادي تخلطوها بحال هكا وغتخليوها. الملحه البنات ما كتخليش العطريه يعني تغمال، اولا كما كنقولوا كتولي بحال هكا مجموعه كتخسر اولا كتصوف، راه قال لك شرح من اللحم يخناز بحال هكا واستعملوها. يعني هذا المشكل كنعانيو منه خصوصا فصل الصيف. وهنايا عندي البنات البصله، ملي كنقولوا اقتراب عيد الاضحى تبارك الله كنحتاجوا البصله في العيد الكبير بكثره. هاد الوقت البنات كتكون رخيصه، كتوصل البصله حتى لدرهم 30 ريال، كناخذوا واحد الكميه يعني معقوله، وغنوريكم ان شاء الله كيفاش تحتفظوا بها تبقى حتى شهرين 3 شهور ما طرا ليها حتى شي حاجه. ملي تجيبوا البصله ديالكم البنات
يعني حاولوا تعزلوا هذيك اللي كتكون قاصحه، ما تكونش يعني رطبه، كتكون خامجه من الداخل، باش تحتفظوا بها المده ديال 3 شهور. الى ما يفوق 3 شهور غادي تاخذوا هاد العريشات هادو، غادي تحرقوهم البنات بحال هكا. ان شاء الله غادي تصبر معكم البصله لاطول مده ممكنه، غادي تحرقوهم بحال هكا باش ما كتخماش من الداخل، ما كترى ليها حتى شي حاجه. يعني هاد العرش ديالها بحال هكا هكذا، هاد العريش ديالها ملي كيتكوى ولا كيتحرق كتصبر بزاف. تاني حاجه احتفظوا بهاد الوراق ديالها، ماشي تجيبوا البصله مثلا وتقطعوها من هنا وتخليوها تقولوا غنحتفظوا بها. انا كنشدها بحال هكا وكنعزلهم بحال هكا، كندير الربيطات بحال هكذا البنات وحده على اختها، وكنعلقها في البلاصه اللي تكون مظلله، ما ديروهاش في الشمس، اما ديروها في البالكون ولا ديروها في شي بيت في السطاح ولا مهم شي بلاصه اللي تكون فيها الظل، وعلقوها. وعندك وديروها في شي ميكا ولا شي حاجه راه غتخمل، خليوها غير هكا معلقه كيطرشها الغربي، كتصبر بزاف البنات. كناخذ واحد القنب هكذا وكنعلقها، كنربطها هكا على شكل صريره بحال هكا. ها انتم كيف ما كتشوفوا البنات، شتو ها هي، وكنعلقها في الظل. وهاد الوراق ديالها كيبداو يكرمو بحال هكا، كيبسو، ملي كيبسو راه هذا هو اللي كيخليها تصبر معنا مده طويله. صافي البنات، هذه الطريقه اللي كنحتفظوا بها، واغلب الامهات هذه الطريقه اللي كيديروا. ما كاينش دار مغربيه كطلعي السطح ولا شي بلاصه في بيت السطاح ولا في شي بلاصه ولا في البالكون وما كتلقايش مع اقتراب عيد الاضحى البصله معلقه على هكا على شكل صريرات. يا سلام، كنتمنى يا ربي هاد التدابير اللي عطيتكم اليوم ينفعوكم وينالوا الرضا ديالكم. كنتمنى يا ربي ما تحرمونيش من اللايك ديالكم، البصمه ديالكم الغزاله، ومن البارتاج اذا امكن. والف شكر لكم، كنرحب بكم، كنقول لكم راكم غاليات وعزازات، كنبغيكم وكنموت عليكم وكنموت على الكلام الطيب اللي يصدر منكم في التعاليق. شكرا لكم، شكرا لكم الف مره. كنرحب كذلك بالبنات اللي عاد التحقوا مؤخرا بالقناه واكتشفوها، كنقول لهم مرحبا بكم عند اختكم، القناه اصبحت قناتكم وانتم مالين الدار. لهنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والى اللقاء ان شاء الله مع حيه اخرى ووصفات اخرى ومع الف الف سلامه.